هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ومن المشروعات اللي مركزين معاها في حال بلدنا صراحه، مش بس عشان هو مشروع قومي، عشان هو الاستفاده منه كبيره قوي، سواء بقى الاستفاده في توفير المياه، سواء في تحقيق العداله في توزيع المياه، وزياده كمان الانتاجيه الزراعيه اللي احنا بنشتكي منها بقالها فتره. المشروع القومي ده هو مشروع تبطين الترع وتاهيلها، شغالين عليه الصراحه بشغل محترم جدا وبيسابقوا الزمن. طبعا التكلفه كمان هنتكلم فيها، يمكن انا عندي معلومه ان الكيلو بس تبطين ب 3 مليون جنيه، فتخيلوا بقى عدد الكيلوات. هم تقريبا عايزين يوصلوا 7000 كيلو. وصلوا لايه؟ خلينا نتابع مع بعض ونروح لمهندس محمود السعدي المشرف على المشروع القومي لتبطين وتاهيل الترع. يا باشمهندس مساء الفل. اهلا، مساء الخير عليك يا فندم. مشروع كبير جدا يا فندم وبتسابقوا الزمن فيه، وصلتوا لايه؟ هو زي حضرتك ما قلت يا فندم، مشروع قومي ومن اهم المشاريع اللي بيتم تنفيذها حاليا. صحيح. وجاري تنفيذه في 20 محافظه من اسوان لاسكندريه. في البدايه بس هم ال 20 محافظه دول يا باشمهندس هم المستهدفين ولا اللي شغالين فيهم دلوقتي؟ لا، ال 20 محافظه اللي بيمر فيهم النيل وفروعه يا فندم. صحيح. هم المستهدفين. 20 محافظه بيمر فيهم نهر النيل وفروعه. تمام. اسمح لي بس في الاول يا فندم اقول لحضرتك ان شبكه الترع العموميه في مصر طولها حوالي 33,000 كيلو. 33,000 كيلو. تمام. تم حصر الترع المتعبة. يعني ترع متعبة يعني الأول ترع متعبة يعني فيها مشاكل في وصول الماء لنهايتها، فيها انهيارات في الجسور، فيها طبعا نمو حشائش، فكان بيضطرنا ان بيتم تطهير الترع دي 3 أو 4 مرات في السنة. صحيح. فتم حصر الترع المتعبة واللي محتاجة لتأهيل وتبطين وإعادة تشكيل، ولقينا ان الطول ده كمرحلة أولى 7000 كيلو. بدينا من 2020 العمل. تمام. يمكن حاليا انت بتسال وصلنا لحد قد ايه؟ نفذنا دلوقتي حوالي 1300 كيلو. 1300 كيلو من المستهدف 7000 كيلو. من المستهدف 7000 كيلو. نفذنا 1300، والعمل جاري زي ما قلت لحضرتك حوالي 600 عمليه موزعه. أيوه. على جميع المحافظات اللي قلت عليها اللي هي من اسوان لاسكندريه 20 محافظه. مستهدف الانتهاء من 7045 7000 كيلو و45 كيلو في نهاية 30/6/2022. بتمشوا يا فندم بالتوازي مع بعض؟ يعني مثلا حضرتك من كلامك دلوقتي في تأهيل بيحصل للترع ثم التبطين، يعني في ترع زي ما حضرتك قلت متعبة أو محتاجة شغل كتير أو شيل حشائش، كل المشروع ماشي مع بعض ولا بتشتغلوا الأول على التأهيل وبعدين تخشوا في التبطين؟ لا يا فندم، العمل جاري. تأهيل وتبطين. التأهيل يعني لو في أي أعمال، هو مش تبطين بس، لو في أي أعمال محتاجينها، لو في أنطرة لو في أنطرة الفم، لو في كباري محتاجه ترميم. تأهيل جميع المنشآت المائيه اللي على الترعه بيتم تنفيذها مع تبطين الترعه برضه في نفس التوازي. العمل بيتم بنفس التوازي في نفس الوقت. الاستفاده يا باشمهندس ايه؟ يعني انا اللي اعرفه كمواطن عادي، دي هتوفر مثلا، هتحقق عداله بقى ما بين الكرة كلها، ان يوصل لها نفس كميه المياه، هتوصل المياه بشكل كمان انقى واحسن. ده انا فاهمه صح؟ فعلا صح يا فندم، اللي هو العداله في توزيع الميه. انت عندك الترعه طولها مثلا 5 كيلو، كان اللي في اول الترعه بيروي مره واثنين خلال دور العماله. تمام. واللي في النهايه ما كانتش الميه بتوصله. صحيح. اللي في النهايه بسبب وجود حشائش، بسبب وجود انهيارات، بسبب طبعا التطهير المتكرر من اكثر من 100 سنه والتطهير سواء يدوي او حاليا بالحفارات، فادى الى استبحار في الترع، ادى الى ان في انهيارات، فالميه ما كانتش توصل النهايه بسهوله، فكنا بنضطر 5 ايام عماله اللي هو الميه في الترعه موجوده فيها، الميه ما كانتش توصل النهايه. طبعا. فكنا بنضطر ندي تعويض يوم واثنين ويتم ضخ كميات ميه اضافيه عشان الميه توصل لنهايه الترعه. الترعه اللي تم تاهيلها يا فندم اللي هي 1300 كيلو وتم نحوها. الترعه في ترعه طولها 18 كيلو. الميه بتوصل النهايه من اول يوم. في ال 18 كيلو كلهم بيوصلوا، هنا ممكن كمان الميه بتوصل لنهايه الترعه من اول يوم، يعني بقول لحضرتك قبل كده كان الخمس ايام بيخلصوا والميه ما بتوصلش لنهايه الترعه. دلوقتي من اول يوم عماله الميه بتوصل النهايه، واللي في اول الترعه زي اللي في اخر الترعه بيروي من اول يوم. لو فهمي على قدي اعتقد ده كمان قلل من تكلفه الصيانه بقى اللي كنتوا بتعملوها كل سنه عشان الله ينور على حضرتك. الله ينور على حضرتك. احنا تكلفه الصيانه السنويه حوالي 600 مليون جنيه سنويه. ده طبعا الترع اللي هيتم تاهيلها مش هيبقى عليها اي تطهيرات بالمعدات. خلاص على كده. بس في نقطه مهمه جدا وانا بنتهز فرصه وجودي مع حضرتك واهالينا، الشعب المصري كله سامعني دلوقتي. تمام. ان احنا نحافظ على المنشات ديت، نحافظ على الاعمال ديت. يعني الدوله بتنفذ المشروع القومي ده
بتكلفة حوالي 22 مليار جنيه اللي هم 7000 كيلو 45 مفيش جنيه هيدفعه المنتفع او المزارع او المواطن. التكلفة بالكامل بتقوم بيها وبتدفعها الدولة. صحيح. الحاجة الوحيدة اللي احنا بنطالب اهالينا ونطالب المزارعين والمنتفعين انهم يحافظوا على الاعمال اللي بتتم. يحافظوا عليها بايه؟ يحافظوا عليها بعدم اتلافها، عدم ان يكسر في الخرسانة ويحط مواسير. يحافظ عليها انه ما يرميش فيها مكلفات الزراعة، ما يرميش فيها القمامة والزبالة اللي هي بتبقى في للأسف موجودة. طبعا. ممكن احنا شفنا حالات زي كده. صحيح. للأسف كان الشكل في منتهى السوق. صحيح. دي اعتقد في المنصورية او في ماريوطية حاجة كده ترعة سقارة البحرية في الجيزة. للأسف كان الشكل في منتهى السوق وحاجة طبعا يعني الشعب المصري لازم احنا اللي ندافع ولازم احنا اللي نحافظ على المنشآت ديت، لان العمل ده فايدته عايدة وراجعة على المنتفعين، راجعة على المزارعين، رجع على البلد زياده الانتاج الزراعي، وعايد عليه هو اول واحد مستفيد. يعني حتى لو هو ما عندوش مثلا مكان لالقاء الكمامه او الكلام ده كله، نكلم بقى المحافظ ونشوف ساعتها، انما انت اول واحد مستفيد. في ترتيب فعلا مع المحافظين ومع رؤساء الوحدات المحليه. هي. لايجاد صناديق عشان تلقى فيها القمامه والمخلفات داخل الكتل السكنيه. انما برضه انا بقول ان لازم المنتفعين ولازم الشعب المصري لازم نحافظ على الصوره الجماليه اللي احنا نفذناها. صحيح. عشان تستمر مش سنه، تستمر ل 100 سنه ان شاء الله. طب باشمهندس محمود، بما ان حضرتك المشرف على الموضوع المشروع ده اكيد خد عماله منك كتير، فانت برضو قللت لي شويه في البطاله اعتقد، يعني هو طبعا اكيد شغال كتير. الله ينور على حضرتك، دي فعلا معلومه فعلا حقيقيه. تمام. اللي بقول لحضرتك احنا شغالين في اكتر من 600 موقع في ال 20 محافظه. هي. فعلا محتاجين المواقع ديت والعمل بيحتاج عماله كتيره جدا. طبعا. يعني انا اقول لك ان الكيلو متر الطولي بيحتاج حوالي 780 عامل مباشر غير العماله غير مباشره. هاي اضرب يعني بقى حاجه اللي خلصتهم دول 1300 كيلو في 700 عامل، ده انت 780 ده عماله مباشره يا بعد انت حضرتك. طبعا. عماله مباشره اللي هي شغاله في رص الدبش وصب الخرسانه والعماله الفنيه اللي موجوده في الموقع بتعملها مباشره. طبعا. في عماله غير مباشره كمان بعد اذن حضرتك. طبعا. اللي هم الموردين الاحجار، العمال اللي بيشتغلوا وبردوا الاسمنت الرمل الزلط، دي عماله غير مباشره. العربيات اللي بتورد الحاجات دي كلها دي عماله غير مباشره. انما العمال المباشره في الكيلو متر الطول الواحد 780 عامل بيخشوا عشان نخلص كيلو متر طول الواحد يا فندم. طب يا باشمهندس معلش انا بحب التفاصيل شويه، انت رقم الحاج بتقوله ده انت حوالي سحبت يجي مليون عامل، هل دول هيتنقلوا بقى في ال 6000 كيلو تقريبا اللي باقيين، ولا هيتضخ دم جديد بعماله جديده في مواقع مختلفه؟ لا ما انا بقول لحضرتك احنا شغالين في اكتر من 600 موقع. هي. وكل موقع طول زي ما قلت لحضرتك 7000 كيلو، 7000 حاليا 7045 كيلو لحد 30/6/2022. بقول لي معلش كل كيلو محتاج عماله 780 عامل. والعمل مستمر لحد 30/6/2022 ده مرحله اولى. في مرحله ثانيه ان شاء الله، بس بعد انتهاء المرحله الاولى هنكمل برضو عشان نوصل ل 20000 كيلو. واحنا مكملين مع حضراتكم المشروع قومي كبير جدا. كل الشكر للمهندس محمود السعدي المشرف العام على المشروع القومي لتبطين وتاهيل الترع، من المشروعات اللي هنفضل شغالين فيها وبنتكلم فيها طول الوقت. لفت نظري يا باشمهندس لنقطه مهمه جدا، دورنا احنا بقى. طب ماشي، الدوله هتدفع ال 22 مليار وهتاهل الترع وتبطنها وتعمل عداله في توزيع المياه وهتزود طبعا رقع زراعيه وهتعمل حاجات كتير جدا. ايوه، احنا هنعمل ايه بقى؟ هل هنعمل المنظر اللي شفناه في ترعه سقاره؟ ما اعتقدش. حتى لو الناس هتقول اه ما فيش مكان ان احنا نرمي فيه، جميل الباشمهندس قال لي ان احنا نسقنا مع رؤساء المحليات والساده المحافظين لتوفير اماكن بقى لقاء القمامه، بس لازم ابقى انا عندي يقين ان ده بيتعمل عشانك انت، انت اول واحد مستفيد، انت اول واحد لما الرقعه الزراعيه بتاعتك تزيد وتزرع اكتر فانتاجك يزيد اكتر فهتكسب اكتر، لازم القناعه دي تبقى موجوده. دورنا طبعا كاعلام ان احنا نكلم اهالينا في ده ونوعي ونرفع درجه الوعي، جميل جدا. واكيد كمان دور المشروع اكيد بيقعدوا يتكلموا مع اهالينا على طول بقى ال 7045 كيلو. هنتابع مع حضراتكم اول باول. خلصنا حلقتنا النهارده، بكره موجودين معاكم ان شاء الله في نفس الميعاد ولكن دقايق، وهكون معانا زميلتنا رغده.